بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروين صد وهذا تاني هو اس ام سي لايف كحول مركله اذا كجاي معنا يا عاصمه برتما عاصمه تيرانا ودن كالبينيا هداي لايف كو او نغاغو اي ماركيس مادام او نغاغو اينا علاد باتيمادي هدانا واكو سو نوقناي سي ان شيكدا اذا كو دمهيسترنو شيكدا دغالكي دحمري عبد العزيز لفتا غرين يا حسن شيخ محمود دحدي نو مريسي انو ادن مدوبي يمادي او حسن شيخ محمود او ييرتي غودونكا بارلمانكا او ييري ادن مدوبو وحان دوسدا موداي حار باي اوغو نوقدين عبد العزيز لفتا غرين ايغا قبو ما كلا دحغل ادن مدوبو وحو ييري حسن شيخ او واد خيانتي خيانات اي غيستاي سيدان كومن مودينين سيدا سويري خيانة مركا محيط هاي سيدات إيه صدن أما صدن إيه سيدات سركال هيا لدلعسيي أو حسن شيخ محمود ودلعسيي أو كتر سن عيدا مضا قرن كصوماليات صدن إيه سيدات داسي سركال دل عادل سيي هل نين أياه كأه ديقل إيه مريفلي دارودنا هل نين أياه كجرة ديرنا هل غف أيها كجرة أولي بيمالة بأشد دم وذاقنا ما باللوغو تابا نمبا انت كلا وحاوية وباشا هوية صدن إيه سيديد دقفوت وحاد كجويسا هل نين أو بيمالة هل نين أو ديقل إيه مريفلة إيه هل نين أو ماركيسا باشا داروت انت كلا وحاوية انت كلاوي حاوية وضد ان صو معني هوية كلية مرادي سيدا ستاي اذن مدوبو حكويري ني او ضد صو قرصو اما اذن بهن ها وي دل عادان انا اديك كلية ريرا هاقا اقورتيت وصدن اي سيدي دي سركال صدن اي شان كامي ده هوية انا كالكتيت ديقل اي مريفلنا هال كلية انا نسيسيت انقا صومالي دي كلانا بيش شناد آدان اوغو تابانين دارودنا هل آسيسيت او بيش ماركيس ديريدنا هل كلية إن آسيسيت ورسيد آسمان اسكو اوغين او او قيب سيجي ديقل اي مريفلي نينك اللو دل عسي وقاش معنى ما انت قاشان تلو حري وحالة اذا دا يونس واتليه الدراويشتا عيدا كميلان او اذن مدوبة اذير اوغو ادن كاكلي أيوه وقدي جاي ماركيس يعني دل عاد أوسي ماركيس صدنا إيشان سركال صدنا يسديد دي كميت كأ حسن شيخ وقدي تهوية هوية أنا هبض نادي هراب حوالي ماشى متجوج يا صايو مرصده شيجين ماركا هذا المدوب وحي رواي قيانتي وانا اوكسو تغي مركو اوكسو تغي هذا المدوب اوكسو دقاقي ولا ليال حسن شيخ محمد ورقض اوصو قري هذا المدوب والله يفكي هذا كان كوري انت انا سوقلين وكل اي هاي قدومي اقرر علي النقو adiguna dad soo qoro hadda aan ku dalacsiyo markii hore aadan madoobe 8 qof ayaa loo sheegay inuu soo qorto laakiin hal qof kaliya loo qoray haddu xasan sheekh wuxuu leeyahay aadanow dad soo qoro aan ku dalacsiyo aadan warqadii markii loo keenay live kintaana soo galin kan ka horeeyay warqadii waa u jeexjeexay warqadii أفر يتوان قيبوضو كاليغي جيق 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 قشن كونو كدري نصبين كونو كدري وحي يحيق وحكاسوغ ومدح وينمكو احتراما ايا دالم اهبو يري وحبا كاسوغ مينو وحنا كاسوغ مايو انيغانا اذيغا ايغاما اوود بدنيت اذيغا انتان لغو دوران هرتا انا لا ادورتي صومالي ادورتي مركا aniga cod baan ku imaaday adiguna cod aan ku timaaday anigu wasiir adigu aan soo magacowday ama raisul wasaare ilaa wasiir koobaade
shaqala aan ka dhigatay ma ahay buu yiri wari aniga iska jir aadan madoobe iyo xasan sheekh maxmuud dagaalkoodu meeshaas uu maraya waraaqii xasan sheekh warqadii waa la jaxjaxay aadan madoobe jaxjaxay wallahi qasho ku daray wari dalka ma ahay saas kala wiiray marka dalacaadaha aad ka dhiganayso reeraaga mid kale marka ibraahim maxaa ka galay wiiray aadan madoobe adiga sidaadaba marka ibraahim maxaa ka galay shaqada aad ku leedahay maxay tahay marka ay baraawe maxaa kaa galahe walaalayaal waxaan rajaynayaa inuu yahay wasiir dowlaha shaqada iyo shaqaalaha laakiin ma huba boqolkiiba boqol wasiir dowlaha shaqada iyo shaqaalaha baabuur uu kaxaystay maantay wasaaradda warfaafintaan rajaynayaa ayuu laba gabdhood uu meesha baabuur ku dardarsiiyey labadii gabdhood baabuur uu dardarsiiyey oo shaqaalaha dowladda ka midka ahaa ma la isweydiin doonaa mise waa loo ma ooyaan damujdiid qofka ay disho aniga ma ogin idaacadaha ma laga sheeg sheegi doonaa mise waa laga aamusi doonaa aniga ma ogin layma heli karo walaalay layma heli karo layma heli karo walaalay layma heli kar aniga liyaanahay wey mar kale dhabdhe guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdishow ninka daa-uud awac buudhan hadday u badato toban maalmood maamulka allah wata ayuu joogi doonaa kursigaas ama bildhe waxaa warbaahinta s m c sirdoonkeeda uu xaqiijinayaa madaale in jagada laga qaadaayo markaan waxay soo wareegataba way soo dhadhowaatay waana lagu shaqaystay madaale meesha uu bannaynaya qodobkaas isaga waa fahamteen laakiin madaale meesha ayaa lagu bedelaya s m c waxay sheegaysaa markii hore nin la yidhaahdo washington baa la rabay in lagu bedelo oo xasan sheekh maxamuud ay isu dhow yihiin saaxiibba yihiin washington waa laga baxay hebel washington nin muuse suudi gadaal uu ka riixayo haddana garsoorka ka midka ah naanaystiisa biyaane la yidhah ayaa loo soo wadaa meesha oo u dhashay qabiilkiisii abgaal wacbuudhan u dhashay wacbuudhanka uu kala baxaa galmaax yoonis daanweyne ah laakiin soomaalida xujaan weydiina baraha bulshada hadda waxay ku hayaan biyaano 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 biyaanaha waa run magaciisi rasmiga aan idin dira aniga waan aqaanaa magaciisi rasmiga aniga waan garanayaa ninkaasi keena haddaad taqaanaan qabiilkiisana hadda anaaba idiin fududeeyey idiin sheegay galmaax yooniso u dhashay idinku qabiilka ma taqaanaan ninkaasi qabiilku u dhashay ma garanaysaan badankiin anaa idiin sheegay galmaax yoonis wacbuudhan waa haddaba garsoorku ka mid yahay magaciisana biyaano waa naanaystiisi magaciisi rasmigana idinkaan idiin diray aniga waan aqaanaa laakiin madaale cudud tirsanaya dhag kow laba saddex afar shan sideed sagaal toban kow laba saddex